الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ورد الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعاً، لأن الإيمان هو الصبر، ولأن الإنسان مخلوق للجنة، وثمن الجنة الصبر. سيدنا يوسف، ما معنى سيدنا يوسف؟ نبي كريم قيمته في عفته، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني صبر على شهوته. سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابراً. إذاً ثمن الجنة هو الصبر. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن: غير المؤمن متفلت، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء من حلال من حرام، يجلس مع من يشاء، إنسان صالح طالح سيء مجرم، يذهب إلى أي مكان يشاء، إلى ملهى إلى نادي، يأخذ أي مال يشاء، يعتدي على أي مخلوق يشاء، كما ترون وتسمعون في العالم كله. هكذا غير المؤمن. أما المؤمن منضبط، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا في يومين 70,000، الدماء تمشي في الطرقات. فلما فتح صلاح الدين القدس لم ترق قطرة دم واحدة. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، والمسلم لا يستطيع أن يقر مبدأ المعاملة بالمثل، ما بيقدر، مقيد. وهذا القيد شرف له، وهذا القيد وسام شرف يضعه على صدره.